السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله إحنا راح نتحدث على موضوع ال past perfect perfect ويعني الماضي التام. وقبل أن نتحدث عن الماضي التام خلينا نتحدث عن ال indefinite وال definite. هنا عندنا موضوعين يعني شغلتين مهمة هم لازم نتعرف عليهن، اللي هو يعني المعرف أو المحدد والغير محدد. ال definite معناها محدد، وال indefinite معناها غير محدد أو غير معرف، يعني فتشي ما تعرفه. زين، هو يعني قبل أن نعرف شنو المقصود بالمحدد او الغير محدد، يعني قبل ما نعرف خلينا نعرف منو المحدد او غير المحدد. قبلها خلينا نعرف اصلا شنو معنى محدد. طبعا انا من اقول يعني محدد بهذا الموضوع، بهذا الفصل، بهذا الكتاب حصرا، لانه احنا عندنا بعدين اكو مواضيع جمل المعرفه وجمل كلمات المعرفه وجمل المعرفه والنكره، وهذه الاشياء راح ناخذها بالشابتر الرابع. هذيك واحد، هذا هنا موضوع الازمنه بالشابتر الثالث بهذا الكتاب حصرا. عندنا شيء اسمه معرف وغير معرف بالنسبة للأزمنة. خليك وياي بالنسبة للأزمنة. فأخوان الأعزاء، بالنسبة للأزمنة، الله يرضى عليك، تابع وياي أول بأول. بالنسبة للأزمنة، من أقول indefinite معناها يعني أني ما أعرف تحديد النقطة وين صارت. شلون يعني؟ يعني أني ما أعرف الفعل بالضبط وين راح يصير، هل هو بالمضارع بالذات؟ هم هو بالماضي أم متى؟ فأنا أني طبعا يعني عندي أمثلة راح أضرب لك مثال وأخليك توصل لك الفكرة إن شاء الله. مثلا يعني من أقول he says that he has seen a meteor at some time، في نقطة معينة. زين، شو وقت هذا الحكي؟ يقول يعني مثلا كذا وقت، هي مثلا يعني والله فد مره، احنا نقول مثلا فد مره من المرات اني شفت فد واحد راكب مطار وشايل 5 6. هاي جمله من عندي طبعا. زين، شو وقت؟ شو وقت بالضبط؟ يعني ما لها مده زمنيه. يعني طالما اني عندي بحسب هاي الجمله عندي زمن المضارع التام، اذا زمن المضارع التام ما له تحديد، فاحنا نقول عليه indefinite، يعني ما له محدد، ما له نقطه محدده بالذات. فاني ما اعرف النقطة شو وقت صارت، فاذا راح اقول علي indefinite بمعنى غير محدد. He says that he saw the meteor last night، الليلة الماضية. اذا اكو فالتحديد معين. اي نعم، اكو تحديد. طالما عندي تحديد اذا هذا راح اقول علي معرف definite. راح اعيد الموضوع مرة اخرى. اذا الجملة اعرف زمنها واكو وقت بيها محدد ثابت، مثلا خلينا نقول يوم الثلاثاء الاسبوع القادم، اكو محدد، اقول هذا definite. ما اعرف شو وقت مثلا، اقول in the future، ما ادري شو وقت، اذا هذا راح اقول عليه indefinite. وكذلك زمن المضارع التام نعتبره indefinite. اذا جاب لك مثلا قارن ما بين دول الجملتين، فانت راح اشرح لك الفكره. انا بالعربي I am going to explain this sentence in Arabic and after that you can write whatever you want. So you will say that in the first sentence، في الجمله الاولى، we don't know the period، the period of time، we don't know when exactly the event happened. ما تعرف ايش وقت تم الحدث بالضبط. So we don't know the point of the time. When is the actual time? When is the point time? We don't know in the first sentence because it is present perfect. In the second time we can know the period of time. We can know the point when the exactly the event happened. نعرف بالضبط وين تم الحدث. مثلا نقول this week، هذا الاسبوع، اذن هذا وقت محدد. فهذا هو الفرق ما بين الديفينيت والاندفينيت. ان شاء الله افتهمتوا. خلينا نروح على الباست بيرفكت. طبعا الكلام ترى بالضبط نفس الملزمه والكتاب، الفرق الوحيد انه الملزمه مرتبه يعني كتابتها والكتاب ما مرتب كتابته. شوفون شلون يعني حتى لغته ما ادري شلون، يعني خطه غير قديم وما واضح. The past perfect usually has been، اذن زمن الماضي التام عادة ما يكون معنى الماضي في الماضي في القريب، الماضي التام. تعلق الأمر بالماضي فقط، عفوا related to the past it may be viewed as being completed. إذن الحدث يتم في الماضي، ماضي التام. وزمن الماضي التام في العادة يعبر عن حدث تم وقبله، وكان هنالك قبله حدث آخر. For an action which began before the time of the speaking in the past. إذن حدث تم
قبل الكلام، قبل هذا الحدث اللي انا قاعد اتكلم بيه، اكو حدث صار قبله. يعني I buy a new cell phone. I bought a new cell phone. اشتريت تليفون قديم. But I had found it was مثلا خلينا نقول جابانيز. انا اشتريت تليفون جديد، انا مثلا متوقع هو كوري، بس من فتحته لقيت انه هو كوري او مثلا ياباني. اذا الحدث الاول صنع التليفون صار قبل حدثي انا من اشتريت. هو هذا زمن الماضي. تمام. اعطيك مثال اخر. When I visit my family, when I visit my uncle, عندما زرت عمي, I find, I have, مثلا, but I, أو مثلا, I find, أنا وجدت my father there. جيت أزور عمامي لقيت أبويا قبلي هناك صاير. إذن موجود بالأم يعني. When I went to the party, من رحت للحفلة لقيت صديقي هناك. إذن أكو حدث قبل هذا الحدث صار. هذا هو زمن الماضي التام. هذا هنا طبعا تاخذ علي امثله، ان شاء الله فهمته. اي سؤال او استفسار اني حاضر. In the past perfect we can used can be used for an action. زمن الماضي التام يمكن ان يحدث ليعبر عن حدث. was still continue، اذا حدث تم استمر، يعني حدث كان مستمر بالماضي. هذا نستخدمه لزمن الماضي التام. توقف الحدث في زمن معين في الماضية، في الفترة الماضية. action which was stopped at the before the time of، حدث توقف أو حدث قبل ما أني أتكلم. يعني شو ما ذكرت لك هذه الأمثلة، هذه هي استخداماته. وطبعا هذه أمثلة على الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. طبعا هاي كلش مهمة، هاي الأمثلة لازم تحفظ. طبعا يعني هذا شوف المخطط، حدث تم بالماضي يعني هو ايضا ينقطع بالماضي، ينقطع بمن؟ بفعل، بحدث اخر. Then here are some conjunctions as sufficient indicate that. نعم، هنا عندنا بعض الكلمات اللي يمكن أن نستخدم وياها زمن الماضي التام وأنت تعرفها. طبعا هنا مثلا عندك الوين، نستخدم وياها زمن الماضي التام. كذلك البيفور، هذه الكلمات الأخرى أيضا after، هذه الكلمات تستخدم وياها زمن الماضي التام اللي لازم تتعرف عليها ولازم تحفظها. جدا 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 مهمة. اقرأ هاي المادة واني راح انزل لك مجموعه نماذج اسئله لماده النحو بالشابتر الثالث، تقدر تستفاد من عندهن ان شاء الله. اتمنى تشترك بالقناه ولا تنسى تشارك الفيديوهات. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.